أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. وبالتزامن مع ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية ووصولها إلى 11 حالة، أعلنت الداخلية السعودية عن إجراءات جديدة لمنع انتشار الفيروس، ومجمل هذه الإجراءات تستعرضها لكم غوى. هبة، سأبدأ إذن لمشاهدينا من بين هذه الإجراءات الجديدة مع تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا من سيهات جنوبا حتى صفوة شمالا بسبب فيروس كورونا المستجد هذا، بالإضافة أيضا إلى تعليق العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في القطيف مع استثناء المرافق الأساسية، هذا لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية الضرورية. نتحدث هنا على سبيل المثال عن الصيدليات ومحطات الوقود والمرافق الصحية. الوزارة هنا أشارت إلى السماح لسكان القطيف بالعودة إلى منازلهم داخل المحافظة مع توفير النقل التجاري والتمويني إلى القطيف مع الاحتياطات اللازمة بالطبع. وكانت وزارة الصحة السعودية مشاهدينا قد أعلنت تسجيل 4 حالات إصابة جديدة مؤكدة لثلاث مواطنات ومواطن، ليرتفع عدد المصابين إلى 11 حالة. وأوضحت الوزارة أيضا أن 3 إصابات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات سابقة كانت قادمة من إيران، أما الحالة الرابعة فهي لسعودي قادم من إيران عبر الإمارات ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران. إمارة منطقة نجران كشفت بدورها عن خضوع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ونائبه للعزل المنزلي أيضا، هذا لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية، وذلك بسبب وجودهما في مهمة رسمية قبل أسبوع ليتعاقد مع أطباء وفنيين بأحدى الدول التي أعلن فيها عن تدابير خاصة بسبب فيروس كورونا. ووجه أمير منطقة نجران بعدم إلغاء جهاز البصمة، هذا الجهاز وعادة لتسجيل الحضور والانصراف للموظفين مع فرض وجود أدوات للتعقيم بجانب الأجهزة.